رضا مع الدخله اليوم مع البيت بيت مهم تنظن بانه هو انت يا كنتي بغيتي تماركي اليوم هذا البيت. الحمد لله بدا الدخله هادي بعد سجل الهدف هاد ثلاثه نقاط عطاتنا وعندنا شحنه اضافيه باش نمشيو للمقابلات اللي جايين نحاولوا نجيبوا فيهم نقاط كثيره باش نضمنوا البقاء ديالنا، وهذا حافز كبير ثلاثه نقاط ضد فريق كبير كالوداد البيضاوي، هذا حافز كبير باش هناك تفاؤل كبير باش الفريق يبقى في بريميسير. انت بالنسبه لك انت رضا اليوم حسيت بك اليوم مع الدخله دخلتي بغيتي دير شي حاجه، لعبتي الماتش لي سبار الترينيتي من ورا الماتش لي سبار مباشره، كان عندك الرغبه بانه تبين بان انت ديك المجال اللي جيتي للكوكب راه ماشي جاير هكاك. الحمد لله راه اي واحد كيجي الفريق ما كيبغيش باش يجلس في المقاعد البدلاء او ما يلعبش، الحمد لله انا عندي رغبه باش نعاون الفريق ديالي ونحيدو بعد هاد المراتب ونعاون تراسي، لان صافي سيمو ما لعبتش الحمد لله بدا هذه اضافه ليا باش نسجل هذا الهدف ونزيد لقدام شويه.